ماشي هو الحزب دائما كانوا كيقولوا عليه حزب الاعيان، والان حنا كنحولوا الحزب باش يكون حزب ديال الاعيان وكذلك ديال المواطنين. وكيظهر لي الى شفتوا اليوم الناس اللي حاضرين، ماشي هاد الناس كلهم حاضرين عيانة، كتشوفوا النساء وكتشوفوا الشباب وتشوفوا الرجال. ليسونسيال الناس اللي بغات تساهم يعني في المعركه السياسيه وبغات باش بلادها تزيد الامام وبغات تبني المستقبل ديالها، كنقولوا لها حنا مدين يدينا. اذا حنا حزب منفتح على جميع يعني المواطنين المغاربه. سيو حنا ماشي باش ناخذوا الناس ديال الاخرين، حنا ما غادي ناخذوا غير داك الشيء اللي كنستحقوا، وما غادي نجيبوا غير النتيجه اللي كنستحقوا. ليسونسيال انه العمل والمعقول، ونخدموا ونوضحوا ونشرحوا الناس، وما نخليوش هذا يعني الوسط السياسي يعني ما فيه شيء. خاص تكون فيه حركه وخاص تكون فيه ديناميه، وكاين اللي غادي يكون عندنا ما فرحانش وغادي يمشي، وكاين اللي غادي يكون بلاصه اخرى فرحان ما فرحانش ويمكن يبغي يجي. ولكن ليسونسيال انه الناس اللي غادي ناخذو خصهم يكونوا في المستوى وكابابل دو بورتي هاد لي بروجي اللي غادي نقوموا بهم في المستقبل.